إلى إيران التي أعربت مؤخرا عن استيائها الشديد تجاه تقرير بان كي مون الأخير حول تنفيذ إيران للاتفاق النووي خلال 6 أشهر الماضية، وتجاه التدابير التي يتخذها المتصلبون في الولايات المتحدة ضد إيران. وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في كلمة له في البرلمان في 20 من هذا الشهر إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كتب تحت تأثير الولايات المتحدة وليس عادلا للغاية، مشيرا إلى أن سلسلة من التحركات الاستفزازية التي قامت بها أمريكا تجعل إيران تضطر إلى المجابهة بدون خيارات أخرى. وحث لاريجاني ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية على إعداد برنامج لبدء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم. إقدام الدمير كل بدولة أمريكا. تحذر إيران الآن كل من الحكومة الأمريكية ومجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي من أن الإجراءات الاستفزازية التي تقومون بها لا تترك لإيران أي خيار إلا المجابهة، ويجب على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تباشر فورا بوضع برنامج لفتح مصنع جديد لتخصيب اليورانيوم تلبية لاحتياجات البلاد من اليورانيوم، ويمكن للبرلمان أن يطلع على التطورات ذات الصلة في أي وقت. أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قلقه الشديد على إطلاق إيران لصاروخ باليستي في مارس الماضي في التقرير الذي قدمه إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة. وقال بان في التقرير إن سلوك إيران يخالف روح الاتفاقية الشاملة للبرنامج النووي الإيراني، وحث إيران على وقف أي أنشطة مماثلة. لكن إيران أبدت استياءها الشديد، وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني لاريجاني في نفس اليوم إن الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران والدول الست ذات الصلة ليست فيه بنود لمنع برنامج الصواريخ البالستي الإيراني. وأشار إلى أن منذ التوصل إلى الاتفاق النووي أجاز مجلس النواب الأمريكي 52 اقتراحا لفرض عقوبات على إيران، وذلك يخالف جوهر الاتفاق النووي.